يعني كلام برضو كابتن حازم الكاديكي ان فريق منتخب ليبيا او المنتخب الليبي انا اسف عنده النهارده كليمنتي لم يكن موفقا. من الواضح ان هناك في مشاكل. الليبيين بيقولوا هذا الكلام عن خافير كليمنتي ان هو لم يكن موفقا في اختياراته في كذا في كذا في كذا، وده اللي قدر يلعب عليه كارلوس كيروش في هذه المباراه، وقدر ان هو يفوز بثلاثه. وكنت تقدر النهارده كنت ممكن تعمل نتيجه تاريخيه اعتقد يعني. طبعا هو انا عاجبني قوي بصراحه في كيروش بصمته واضحه من ثالث مباراه. احنا دلوقتي انا شايف وجهه نظري ان منتخب مصر بيتحول في طريقه اللعب من 4 2 3 1 خلاص الى 4 3 3. كيروش النهارده اصلا طريقه لعبه المعتاده اللي بيلعبها على طول 4 3 3. النهارده اول مباراه يطبقها رسميا. احنا كلنا عبد الله السعيد كارتكاز كان بيلعب 8 كارتكاز ثالث، والنني هو اللي في النص، وجنبه عمرو السوليه. مظبوط. في 4 3 3 خلاص مصر في الفتره الجايه مع كيروش هتتحول الى 4 3 3. ده واضحه جدا النهارده في المباراه. النهارده لما شفنا هو ما غيرش حاجه في الاسم، ولكن هو يعني في الاسماء، ولكن هو غير في التوظيف. توظيف عبد الله السعيد تحديدا هو اللي غير طريقه اللعب. تصدق كان افضل وكان افضل أنا طبعا. انا وجهه نظري ان هو كان افضل يعني. صح. هو كان بيعمل كده مع الاهلي اوقات كتير عبد الله. عبد الله بيروح بس النهارده هو محمي. لما بيبقى ثلاثة ارتكاز فانت بتبقى في واحد بيغطيك من ورا، بيبقى فيه مثلثات، الدور الدفاعي بتاعك يعني مش بيبقى الجهد البدني بتاع عبد الله بيبقى قليل. بس هنا التحديات اللي جايه لكيروش ايه؟ انت بتلعب 4 3 3، طب عبد الله السعيد بصراحه 60 دقيقه 70 دقيقه هتاخد منه كويس جدا، لكن مين بديله؟ مين بديله في حته مركز 8؟ عشان كده بشوف ان قفشه لازم يكون له دور، لازم يكون له دور في المنتخب. كذلك مصطفى محمد هايل 10 على 10 النهارده، مهاجم بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه، لازم لكن لابد من وجود بديل ليه على نفس الكفاءه زي محمد شريف. دي حاجه مهمه جدا. يحسب ايضا لكيروش اكتشاف عمر مرموش. عمر مرموش واحد من الاكتشافات المهمه جدا على فكره. هي طريقه اللعب 4 3 3 لما نيجي نشرحها على السبوره. دور محمد صلاح مع كيروش مش ان هو بيتحول بقى كمهاجم، محمد صلاح هيبقى صانع الالعاب بتاع منتخب مصر. ازاي؟ ان هو بيخش للعمق وعمر مرموش هو اللي بيقطع من على الجنب، بيتحول كمهاجم تاني جنب مصطفى محمد. لو تفتكر عماد متعب اعتقد في 2008 او في 2010 ما جابش ولا جون مع كابتن حسن شحاته. 2008 2008 ما جابش ولا جون في البطوله. فساله كابتن حسن، يعني من الحاجات اللي لازقه في دماغي جدا، فلما ساله كابتن حسن عفوا قال لك ان عماد متعب واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في المنتخب في كل الماتشات. صحيح. والوحيد اللي لعب الماتشات كلها. صحيح. طب صح. ليه يا كابتن حسن؟ قال لك لانه بيفتح مساحات لزمايله، بيفتح مساحات، بياخد العين، بيفتح المساحات لزمايله اللي كان بيجيب. صح. زيدان وشوقي وحسني وعمرو زكي ومحمد صلاح بيعمل كده بالظبط. انا بشوف ان دول محمد صلاح، بالعكس انا بشوف ان محمد صلاح وجهه نظري انا، انا عارف ان في ناس كتير بتزعل، لكن محمد صلاح كنت شايفه كويس جدا. صح. وبذل مجهود هو يحترم وجهه نظري. صح. في استثناء الكره الوحيده اللي جاي رقص فيها وما اتحسبتش فاول ووقف، لكن غير كده لا. انا شايف ان محمد كويس جدا، بيؤدي ما هو مطلوب منه باحترافيه كبيره جدا، واللي جاي افضل كمان مع محمد صلاح. هنكمل كلامنا على هذه النقطه بتاعت على السبوره. صح. مش هبدلكم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نشوف الجمل الفنيه والتكتيكيه من خلال سبوره البيت الكبير بعد هذا الفاصل.